الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. عناية وحضور أميري لافتتاح مدينة الجهراء الطبية غدا. التعليم العالي تعلن المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية. وأشكر الأخوة رواد ديوانية برجس. ديوان البرجس يحتفي بذاكرة الكويت صالح العجيري. الميد ين واحد اثنين ثلاث. الميد ينعش سوق السمك والسلة إلى 48 دينار. ترامب ينذر بعقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران. نبدأ أخبارنا بإنجاز على مستوى الخدمات الصحية، حيث يتفضل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يوم غد الاثنين بافتتاح مدينة الجهراء الطبية، وهو المشروع الذي يعتبر الأكبر والأحدث في الكويت ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية عبر تقديم جميع الخدمات الطبية والجراحية المتميزة والمتكاملة. وفي قصر السيف استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي قدم له الفريق عصام سالم النهام بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية. أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بضرورة إعادة هيكلة مشروع معالجة نفاية البلدية الصلبة ليسهم في تقليل الالتزام المادي السنوي في هذا الشأن. توصيات اللجنة وردت في الاجتماع الذي عقد مع الهيئة العامة للبيئة وعدد من الجهات الحكومية المعنية، وسط توصيات باستكمال العمل في إزالة العوائق التي تواجه المشروع. اللي تم تخصيص مكان له وتم تنظيمه من عدة سنوات، مؤخرا في التأخير على هذا المشروع. فالهدف من هذه الورشة ان احنا نعرف شنو وضع هذا المشروع، مشروع نفايات الصلبة في كب، وشلون نقدر ان احنا نتحرك بهذا المشروع، وشلون هذه النفايات الصلبة اللي قاعد تتزايد مع الوقت، عدد السكان في الكويت قاعد يتزايد مع الوقت، وهذه النفايات قاعد تشكل عبء وفي نفس الوقت تشكل استثمار قاعد يهدر وما قاعد نستغله بالطريقة الصحيحة. طبعا هذا المشروع كان المفروض الهدف منه استغلال النفايات الصلبة عن طريق الحرق وتوليد الطاقة الكهربائية. جاء قانون حماية البيئة اليوم لينظم عملية التخلص من النفايات، وأكد على مشاريع التدوير، وأكد على نقاط أخرى بوجوب إغلاق مرادم النفايات بكل أنواعها في دولة الكويت وتنظيمها بشكل مناسب. أعتقد اليوم إن شاء الله راح يكون يعني المشاركة هذه في هذه الورشة من جميع جهات الدولة راح يكون هناك يعني خارطة طريق واضحة. مرادم اللي في الكويت اليوم عددها أكثر من 17 مردم معلوم. أعلنت وزارة الخارجية أنه تقرر العمل خلال الفترة المسائية في مبنى الإدارة القنصلية الرئيسي في الشويخ خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك نظرا للزحام الشديد الذي يشهده قسم التصديقات في الإدارة والمراكز السبعة التابعة له خلال فترة الصيف.
وأوضحت الخارجية أن ساعة العمل ستكون من الساعة 2:30 بعد الظهر وحتى 5:30 مساء، مشيرة إلى أن قسم التصديقات في الحكومة مول ببرج التحرير مستمر في عمله خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 7:30 مساء. ألفان ومئة واثنان وستون طالبا وطالبة تم قبولهم في دول الابتعاث للعام الدراسي 2018-2019، حيث أعلنت الوكيلة المساعدة للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان قبول 894 طالبا في الولايات المتحدة الأمريكية و870 في المملكة المتحدة، فيما توزع باقي المقبولين على دول الابتعاث الأخرى. وأوضحت لسنان أن الوزارة ستستقبل الطلبة المقبولين وفقا للمواعيد التي سيتم تحديدها عبر إرسال رسالة قصيرة لكل طالب. وفي البعثات الداخلية، أعلن الأمين العام للأمانة العامة للمجلس أو لمجلس الجامعة الخاصة حبيب أبول اعتماد قبول 3658 طالبا وطالبة لبرامج الباكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019. ودعا أبو الجميع الطلبة مراجعة الجامعات والكليات المقبولين فيها لاستكمال إجراءاتهم. في موضوع آخر، أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما أن ما سجلته الجهات الرقابية عليها في السنوات السابقة ليس سوى مجرد ملاحظات بسيطة تم تلافيها. وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام ناصر الجوبع أن ديوان المحاسبة أثبت جدية إدارة الهيئة في تسوية الملاحظات وأن ليس في أي منها مخالفات مالية. وبذلك نفى الجوبع ما أثير في بعض وسائل التواصل من وجود اختلاسات في الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الإشاعات. قضية الاختناقات المرورية التي تخنق شوارع الكويت وضعتها جريدة الراي تحت المجهر وعددت أسبابها، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب وضع الحلول بالسرعة القصوى. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. قضية الاختناقات المرورية في شوارع الكويت هي الأزمة الماثلة للعيان والتي طال انتظار حل لها. الراي سلطت الضوء على القضية في عددها المنشور اليوم، حيث تناولت القضية تحت عنوان الكويت مختنقة مروريا. ويذكر التقرير المنشور أن مظاهر القضية تتجلى في أمور كثيرة لا تخطئها العين، نذكر منها تراخيص القيادة التي تصدر للوافدين بالآلاف، حيث وصل عدد المتقدمين للحصول على رخصة القيادة في العام الماضي 215,000 متقدم، منهم 166,000 وافد، وآلاف السيارات المتهالكة التي تجوب الشوارع بشكل يومي. 96% من الكويتيين يجتازون اختبار القيادة من المرة الأولى، يقابلهم 89 من الوافدين، ويحمل البعض الإدارة العامة للمرور مسؤولية ما يحصل في الشوارع ويطالبون بتدوير شامل لتجديد الدماء ومنع الواسطات. المؤشرات تؤكد أن الازدحام باق حتى لو بنيت شوارع الكويت على نظام الطبقات، وأن فرض الرسوم على الطرق ليس لجباية الأموال بل لتنظيم وتطوير المنظومة المرورية. زيادة تراخيص مكاتب أجرة التاكسي الجوال وتحت الطلب بما يفوق 116 رخصة خلال عام واحد أمر يزيد من حدة الأزمة. خالد الفارس، الراي. احتفل ديوان البرجس بمغادرة الفلكي الدكتور صالح العجاري المستشفى بعد تماثله للشفاء إثر وعكة صحية لمت به. وحضر الاحتفالية عدد من أصدقاء العم صالح العجاري ورواد ديوان البرجس. وكان العجاري قد أتم الأسبوع الماضي سن 98 من عمره المديد، فهو من مواليد 23 من يونيو من العام 1920، أمده الله بالصحة والعافية. في ديوانية برجس حمود البرجس رحمه الله رحمة الواسعة، وأسكنه على
رئيس الجنان في جنة الخلد وملك لا يبلى. هذه المناسبة مناسبة سنة جديدة من عمري الذي وهبني الله سبحانه وتعالى، وأرجو لكم أن تتخطوا هذا العمر بإذن الله تعالى. وأشكر الأخوة رواد ديوانية برجس على احتفائهم بي هذه الليلة، وقد افتقدوني خلال شهر رمضان المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والإقبال. أشكركم الشكر الأجزل وأتمنى لكم طيب الإقامة. أستاذ صالح له من اسمه أيضا حظ، فهو صالح بالاسم وصالح الأعمال، من كبار الجغرافيين الكويتيين والفلكيين الذي أفاض بعلمه على أجيال متعددة، وهو دائم الحضور إلى هذه الديوانية، ديوانية المرحوم برجس البرجس أبو خالد. وتفضل سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد اليوم برعاية هذه الاحتفالية لمجموعة الديوانية المتعددي الأوجه والخلفيات، من أجل أن نحتفل بهذا اليوم السعيد اللي هو لأول مرة يخرج العام صالح العياري من بيته بعد الوعكة التي ألمت به. كان دائم الحضور في رمضان، مع الأسف رمضان الماضي افتقدناه لفترة طويلة. استقبل سوق السمك اليوم أولى دفعات من سمك الميدة في أول أيام السماح بصيده، ما أدى لمزيد من إنعاش السوق. وأوضح رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أن اليوم الأول شهد بيع كمية تراوحت ما بين 60 إلى 70 سلة من سمك الميدة بزنة 25 كيلوغرام لكل سلة. ما أما الأسعار فتراوح سعر سلة سمك الميد ما بين 38 إلى 47 دينار، فيما كان مدير إدارة رقابة البحرية مرزوق الهبي قد أهاب بصيادين الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعدم الصيد في جون الكويت. 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 39 9 39. الأسعار الكويتية مثلا الشعوب غالية، لمن دول الشعيب غالية، النوابي غالي، يعني الشعوب ممكن تطلع الكيلو 3.5 4، النوابي يطلع 4 3.5، فوق 3.5 4 غالي، يعتبر غالي. أنت في أيام الشتاء بتبيع الكيلو مثلا بكام؟ بدنار ونص، نهار ما يتعزم أو أدنارين الكيلو. في ساعات بنبيع الكيلو بدنار 750 دينار وربع. حاليا الكيلو ب 4 دينار، 4.5 الكيلو النوبي 5، غالي غالي على الزبون طبعا. كويت الوقت حاليا موجود العندق والشعري والنوبي والميد البياح قبقب والربع واليميام، كميه كتير بينزل سعره، كميه اقل بيغلى. يعني الهامور الكويتي يعني على المزاد بيطلع من على الارض بخمس دنانير الكيلو، قبل كده بيطلع مثلا 3.5 3 4 دينار، لان هو كميته قليله من دول. في الاخبار الدوليه، اكد وزير الدوله الاماراتي للشؤون الخارجيه انور قرقاش ان الضغط على الحوثيين على مشارف الحديده سيستمر في انتظار نتائج زياره المبعوث الدولي مارتن جريفيث الى صنعاء. وأشار قرقاش إلى أن الفرصة متاحة للتوصل إلى حل بانسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة، مشددا على أنه في حال فشل الجهود الدبلوماسية فإن الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى تحرير المدينة وإجبار الحوثيين على الانخراط في مفاوضات جدية. دوليا، أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا معظمهم من صفوف القوات الأمنية أثر تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الاقتراع بمدينة كركوك شمال العراق.
ويأتي الهجوم بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت في مايو، مضيفة أن إعادة الفرز ستبدأ في كركوك قبل أن تشمل 6 محافظات أخرى. أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات النظام والمعارضة. وقال إن القوات التي جرى نشرها تشكل جزءا من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات التي تشهدها هضبة الجولان السورية. وسط هذه التطورات أعلن الجيش الروسي إنه أسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة حميميم الروسية في سوريا، فيما ذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أن طائرات مجهولة المصدر هاجمت القاعدة الروسية وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. ويأتي تصريح ترامب فيما انسحبت نحو 40 شركة عالمية من العمل في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الشركات التي تعمل مع النظام الإيراني. في الولايات المتحدة الأمريكية خرج الآلاف في تظاهرات عمت الشوارع احتجاجا على السياسات المتبعة في دراسة ملفات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضية بفصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم الذين حاولوا عبور الحدود بطريقة غير قانونية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بلم شمل الأسر، وانتقدوا أخذ الأطفال إلى مراكز إيواء بعد اعتقال ذويهم على المنافذ الحدودية الجنوبية للولايات المتحدة. البورصة تستهل التعامل على ارتفاع، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أكدت شركة طيران الجزيرة في بيان صحفي أن جدول مواعيد الرحلات قد عاد إلى طبيعته، ويتم إقلاع الرحلات بانتظام منذ مساء الخميس. وتوجهت الشركة بالاعتذار إلى جميع الركاب المتضررين من تلك التحديات التي حالت دون التزامها بجدول المواعيد، وأوضحت أنه قد تم تعويضهم، وذلك بإعادة الحجز على الرحلات الأخرى لطيران الجزيرة أو استرداد كامل المبلغ دون أي رسوم أخرى. وجددت الشركة التأكيد على أن هذه التحديات نتجت عن تزامن حدوث عدة عوامل معا، وشددت على أن أمن وسلامة ركابها أولوية قصوى، كما أكدت أن الشائعات المتداولة التي تشكك في طاقم العمل ومستوى الصيانة أو تدعي مخالفة قواعد النقل الجوي العالمي مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. كما نقل البيان اعتذار الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت رامشاندران للتغييرات الطارئة في جدول رحلات الشركة. استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر يوليو على ارتفاع المؤشر العام بأربع نقاط وعشر النقطة، حيث بلغت كميات تداولات المؤشر 62 مليون و100 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 10 ملايين و700 ألف دينار، تمت عبر 2619 صفقة. في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 نقاط وثلاثة أعشار النقطة، فيما ارتفع المؤشر الأول 10 نقاط وأربعة أعشار النقطة. قال بنك الكويت الوطني إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مع استمرار سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من شأنه زيادة احتمالات التراجع في الأسواق الناشئة.
وأضاف الوطني في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى النسبة التي يستهدفها الفيدرالي والبالغة 2%، وهو أعلى مستوى منذ 2012. إسبانيا على خطى الكبار تودع المونديال بعد قليل في صفحتنا الرياضية. أهلا بكم في الصفحة الرياضية. تتواصل مفاجآت المونديال العالمي المقام حاليا في روسيا بسقوط الكبار، فبعد خروج المنتخب الألماني من الدور الأول وأدعى المنتخب الأرجنتيني والبرتغالي وتبعهم المنتخب الإسباني المونديال من الدور الثاني، وسقط المنتخب الإسباني على يد المنتخب الروسي بالركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وانتصرت روسيا بركلات الترجيح الأولى في المونديال بنتيجة 4-3 لتنتظر الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك من أجل تحديد المنافس لها في دور ربع النهائي. هذا وتستكمل منافسات الدور 16 للمونديال بإقامة مباراتين، فيجمع اللقاء الأول منتخبي البرازيل والمكسيك، فيما يجمع اللقاء الثاني منتخبي اليابان وبلجيكا. ونبقى في أجواء كأس العالم، وفي لفتة إنسانية قرر النجم الفرنسي الشاب كيليان بابي التبرع بجميع الأموال التي يحصل عليها من مشاركته مع منتخب ديوك في المونديال للجمعيات الخيرية. وأكدت تقارير أن الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما رفض الحصول على مكافأة مالية نظير المشاركة في مونديال روسيا برفقة منتخب بلاده، حيث أشار إلى أنه يعتقد أن لا ينبغي أن يحصل اللاعبون على أموال من أجل اللعب مع منتخب بلادهم. وأبات إمبابي أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفا في كأس العالم عندما سجل هدف الفوز الوحيد لبلاده أمام البيرو، إلى جانب أنه أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في الأدوار الإقصائية بتسجيله هدفين في مرمى الأرجنتين ليقود بلاده لمواجهة الأورغواي في دور الثمانية. أثار تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في مباريات كرة القدم جدلا واسعا بين الجماهير الكروية، فبالرغم من إنصاف الحكام لبعض المنتخبات إلا أنه ظلم منتخبات أخرى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الحكم الدولي السابق والمحاضر الآسيوي منصور أول. أرحب فيك كابتن منصور، هل أنت مع تطبيق تقنية الفيديو في مباريات كرة القدم؟ أول شيء مساك الله بالخير. أقول أنا أيك الآخر حالة، آخر حالة مباراة اليوم إسبانيا خرجت من البطولة ركلة جزاء صريحة وواضحة لبيكي وراموس، اثنينهم ممسوكين أمام الحكم، يا حكم ارجع للفار، ما يبي يرجع للفار، الكرة قادمة من الأعلى على رأس انت يا بيكي، لم يحسب. الان ما عرف ما هي آلية الفار، انت المفروض كنت تطبق آلية الفار في بطولات تجريبية سابقة من ثم تطبق الفار. المنتخب التونسي طلع بخطاب الفار، المغربي طلع كذلك نفس العملية، وكذلك في منتخبات. احنا كنا نقول الفار سوف يقلل الاخطاء، احنا نقول كل مباراة فيها ركلتين جزاء او ثلاث ما تحتسب، انت استعد بالفار. الان نفس العمليه، كل منتخب قاعد يطلع من البطوله والسبه ركلتين الى ثلاث الى حال اخر. اذا احنا فهمونا شنو اليه الفار، احنا نعرف ان الحكم هو القرار الاول والاخير وهو المسيطر وهو زين. هل يتم استدعاء الحكم من خلال الكنترول سنتر فوق بالاضافه الى ست شاشات والست الحكام اللي موجودين، ام الحكم بمزاجيه يطلب مشاهده الفار؟
قللت شخصية الحكم، الحكم كانت له شخصية بالسابق، الآن كل حالة المدرب والإداري واللاعبين يسحبون الحكم صوب الخط، روح شوف الفار. نعم كابتن منصور، إذا كيف ترى التجربة؟ هل نجحت أم أن هناك محاباة لمنتخبات ضد أخرى؟ أنا أقول ما لم يتم تطبيق الفار قبل البطولة ومعرفة سلبيات وإيجابيات الفار كان أكبر خطأ، وتطبيقه كان خطأ. المفروض كانوا يطبقون الفار في بطولات أخرى، يعني الآن على سبيل المثال الدوري الإنجليزي ما يطبق الفار، الدوريين الوحيدين يطبقون الفار الإيطالي والألماني، وبالتالي أنت العملية كان مفروض تجربها في بطولات ومن ثم أتي الطبق. أنا كانت عندي وجهة نظر، أنا أقول مثل ما لاعب السلة أو مدرب السلة يطلب وقت مستقطع بمزاج بإرادته، كنت تقدر تعطي مثلا على سبيل المثال كل فريق له حق ياخذ حالتين للفار، وبالتالي تبعد الحكم عن الشكوك وتبعد الكنترول سنتر اللي هي الإدارة فوق عن الشكوك، بالتالي تصير هذه الحالتين من حقه ما له حق زايد. نعم كابتن، يعني كابتن منصور بشكل عام كيف تقيم التحكيم في المونديال العالمي ومن أبرز حكم لفت الأنظار؟ شوف أنا خلنا أكون واضح وياك، إحنا اليوم الحكم ما ظل مثل ما هو بالسابق، يعني اليوم الحكم عنده سنسر اللي هي الشب اللي بالكرة، عنده اللاسلكي اللي يكلمونه فيه، عنده ثمان شاشات فوق يطبقونه، فبالتالي أنت فرغت الحكم من شخصيته، خليت الاعتماد الكلي على الآلية والجهاز، فبالتالي أعتقد بأن الأخطاء لم تقل باستخدام الفار، بل أصبحت الشكوك بأن حتى البعض يقول أصبح الفار عار ولا بالكبار، فبالتالي في فرق قاعد تنظلم وتطلع. الآن إدارة الفار كانت مفروض كانت تكون تقنية أكبر. الحكم المميز لحد الآن والذي حكم مباراة أمس كانت مباراة جدا قوية، مباراة الأرجنتين ما زال أداء متميز الحكم الآسيوي الإيراني علي رضا، ما زال ثلاث مباريات حكم لحد الآن لم يستخدم الفار في أي حالة ويحتسب ركلة نعم. جزاء. بعيدا عن التحكيم كابتن، من ترشح للفوز بلقب كأس العالم؟ والله أنا أتوقع كرواتيا وبلجيكا، أنا يعني مستبعد البرازيل لأن قاعد أشوف الأوروبيين قاعد يقدمون مستوى متطور وأداء رجولي ولياقة بدنية عالية، بالتالي أعتقد أن الحظوظ للفرق المنتخبات الأوروبية بتكون أقوى. نعم كان معنا عبر الهاتف المحاضر والحكم الدولي السابق كابتن منصور أبول. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نترككم مع حالة الطقس ونذكركم بإمكانية متابعة عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الأجواء بشكل عام حارة نسبيا بشكل تجاوز درجات الحرارة العظمى 46 درجة مئوية في بعض المناطق، راح نحس أيضا بالحرارة خاصة بالليل، ودرجات الحرارة الصغرى راح تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. ننتقل الحين مشاهدين إلى الصغرى المتوقع الليلة في مدينة الكويت 33 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبدلي 28 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفرة 30 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 31 درجة مئوية، في منطقة السالمي 27 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 29 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون حارة نسبيا، رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة قد تكون مزعجة لممارسة أي نشاط بحري لأن ارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 5 قدم والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. ننتقل الحين مشاهدين إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 46 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبدلي 48 درجة مئوية، أما في مدينة الجهرة 47 درجة مئوية، وجنوبا كذلك في مدينة الوفرة 47 درجة مئوية، في منطقة السالمي 46 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 42 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون شديدة الحرارة مثيرة للغبار بالأخص على المناطق المكشوفة، رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر ما أنصح أي أحد أن يمارس أي نشاط
نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج رح يكون من 3 إلى 6 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الحمل. حين مشاهدينا رح أترككم مع حالة البحر مواقيت الصلاة. أما بالنسبة مشاهدينا للطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الاثنين أجواء شديدة الحرارة ومثيرة للغبار، العظمى 48 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة. في يوم الثلاثة أجواء شديدة الحرارة رطبة نسبيا بالأخص على المناطق الساحلية، العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية، ورياح شمالية غربية قد تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة. في يوم الأربعاء أجواء شديدة الحرارة رطبة نسبيا على المناطق الساحلية، ورح تظهر كذلك بعض السحب العالية، العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 35 درجة مئوية، والرياح رح تقلب معانا وتتحول إلى جنوبية شرقية قد تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة. في يوم الخميس أجواء شديدة الحرارة ورطبة نسبيا كذلك خاصة على المناطق الساحلية، العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية، ورياح جنوبية شرقية قد تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا خلكم معانا لمعرفة التفاصيل حول درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.